السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح. حلقة اليوم بعنوان تذوق الجمال نعمة. كثير مهتمين يعرفوا قصة هاشتاج تذوق الجمال نعمة اللي استخدمه في وسائل التواصل الاجتماعي واللي استحدثته خلال مرحلة دراسة للدكتوراه قبل حوالي 9 سنوات. في الحقيقة جذوره كانت في طفولتي، لكن تأطيره جاء وأنا في العقد الخامس من عمري، وهكذا بعض الأشياء تأخذ وقتها لتتبلور. لا أذكر بالتحديد متى بدأ ذلك الاهتمام، لكني أذكر من المرحلة الابتدائية وأنا أرسم صفحات وصفحات في الدفاتر لغرف منازل وتوزيع أثاث ولوحات وسلالم داخلية وأتخيل قصص وأحداث فيها. يمكن معظمها تدور حول قصص المسلسلات بين قوسين التمثيليات المصرية اللي كنا في الأسرة نتابعها في الليل بعد الأخبار وإحنا نتعشى، واللي كنت نحرم منها إذا الأخبار طولت أو جاء بعدها تغطية خاصة لحدث مهم. كنت برضو أحب الألوان والتصاميم بكل أنواعها، في المنازل، في الأثاث، في الأزياء، بل وحتى في المساحيق. أمي كانت توكل لي مهمة ترتيب الصالون بين قوسين غرفة الكنب أو المجلس اللي كنت استمتع بها جدا، وكنت أتطفل أحيانا على اختياراتها لملابس الخروج وأحيانا حتى تجارب تكسية وجهها الجميل بالمساحيق، واللي عندما أشاهد بعض الصور لها أرثي حقيقة لحالها. قد تتوقع أني أكون شاطر في الرسم، لكن على العكس تماما. في الحقيقة كانت أصعب مادة عندي الرسم في كل المراحل، ولهذه حكاية تانية ممكن نتكلم عنها في وقت آخر. وربما يكون هذا السبب اللي دعاني لتجاهل أي طريق يدعوني لدراسة مجال يتطلب الرسم زي الفنون أو العمارة، وتوجهت لدراسة الهندسة الميكانيكية، وبرضو هذه لها قصة تانية اللي اكتشفت أنه فيها قدر لا بأس به من الرسم اللي لم أستشعر أي جماليات له في تلك الفترة. بعد تخرجي من الجامعة استحضرت حب التصميم الداخلي من جديد، وكان أول شيء درسته دبلوم في التصميم الداخلي بالمراسلة من أمريكا، وكان أول مشروع عملي فيه هو توزيع أثاث واختيار الألوان وتصاميم إكسسوارات عش الزوجية. وبعدها واصلت الهواية بالتعاون مع زوجتي في بيوت أهلي وأقاربي اللي سمحوا لنا ندخل بيوتهم ونترك فيها بصمة جمال. مع الوقت كنت أشعر بالفجوة غير المبررة بين الفن والعلم والهندسة، خصوصا في التدريس وحتى في مخرجات التصاميم، فما أذكر أنه الجانب الجمالي كان يدخل فيها أبدا. لكن مع ظهور منتجات جميلة في حياتنا زي الآيفون وأجهزة أبل، وأنا متحيز شوية لدار الموضوع، بدأت أرى الترابط بينها خصوصا في مجال التصميم الصناعي أو الاندستريال ديزاين، اللي يعتبر جوني آيف مصمم أبل المعروف أحد أساطينته. المهم ما زلت أذكر كيف برضو صدمتني إيجابيا لوحة في مدخل مبنى الكلية في جامعة WPI وهي تقول كلية العلوم والفنون School of the Arts and Sciences. من جد؟ وبعدين قريت كمان إنها بتدمج بين العلوم والفنون والهندسة والإدارة. ساعتها شعرت إني وجدت ضالتي. في دراسة السلوك المنظمات الابتكارية درست على أيدي أساتذة مبدعين خلونا نقدم مشاريعنا على هيئة أفلام كرتونية أو أفلام حقيقية أو لوحات أو حتى مسرحيات لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. في مادة إدارة المنظمات الابتكارية تحديدا كنا نقرأ كتاب فيه تمارين تدعونا للتأمل في أرض الشارع أو جدران المباني وأماكن تانية ما نتوقع أننا نقابل فيها أي جمال عشان نستقرئ منها ما يمكن أن يثير فينا أفكار أو ابتكارات وخلافه ونكتب عنها ونتناقش فيها. أنا كنت أصور هذه اللقطات أو المشاهد وأنشرها وأعلق عليها في حسابي في الإنستغرام. فوجئت بعد ممارسة هذه التمارين لفترة بكمية التفاصيل الجميلة اللي ممكن تمر بينا وما نلقي لها بال في مناطق أبعد ما يمكن أن نتوقع أن تتضمن لمسة جمال،
وهذا يشمل الجمادات والكائنات والعادات، وبيننا وبين بعض نحن بنو الإنسان. فالعلاقة بيننا وبين الجمال فطرية أزلية. ممكن أحيانا نسمع كلمة أو نغمة أو نذوق لقمة أو تداعبنا نسمة أو نشوف ابتسامة نلمحها كده، أو نقف مشدوهين أمام منظر أو صورة أو لوحة وغيرها، ولا نركز وننتبه ونتمهل لنستشعرها ونتأمل في تفاصيلها الجميلة، فضلا عن أن نبحث عنها. شعرت كذلك بالأثر الملهم لهذا الموضوع والتشافي والهدوء التراكمي الممتد اللي تزرع تلك الممارسة في دواخل النفس. ومن هنا أدركت وبالتالي صغت عبارة تذوق الجمال نعمة. أتمنى أن سماع الحكاية جاوب على السؤال اللي عندكم، وأدعوكم أنكم تشاركوني عادة تذوق الجمال أو نعمة تذوق الجمال، وتستخدموا الهاشتاج لنشر الوعي بإدراك الجمال، فتزداد الحياة جمالا بجمالكم. وشكرا لكم وإلى اللقاء. بالمناسبة، وما أحب أثقل عليكم، لكن بما أني نشرت البودكاست الآن في اليوتيوب، المهتم والمهتم فقط يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات عشان توصلوا الحلقة في وقتها. وشاكر لكم حسن استماعكم.